أهنئ سيادتك برئاسة المجلس وأهنئ معاونيك أيضا، كما أشكر لسيادتك جلال الكلمة وعمق معانيها، إلا أنني الحقيقة رغم أهمية خطابكم استنقصت فيه شيئا، وهو الإشارة إلى ابن المجلس التأسيسي السابق الشهيد محمد براهمي الذي تم اغتياله في ظروف لا تزال خيوطها متداخلة ومريبة. بقدر ما يعني سررت وأجللت يعني وقوفكم عند شهداء تونس، شهداء الجيش الوطني وشهداء الأمن الوطني، إلا أن سيادتكم أغفلتم الحديث على الشهداء من المدنيين أيضا الذي اغتالتهم العصابات الإرهابية في ظروف لا تزال غامضة. أني حبيت أشير للشهيد محمد براهمي باعتباره ابن هذا المجلس، وباعتبار أن عملية اغتياله قد حولت المشهد السياسي في البلاد، وربما ما كان لسيادتكم أن توجدوا في هذا المكان لولا دماء محمد براهمي ولولا اعتصام الرحيل الذي شاركت فيه مختلف الأطياف السياسية. هو سيد الرئيس، أطلب أن تترحم على شخص يعني لا يتم بالاستجداء، فهمت؟ ولكن الحقيقة سهوكم أتمنى أن يكون سهوا عاديا وكفى.